عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بالخير يا اخوان. هلا هلا وسهلا، كيف حالك؟ طيبين؟ شو اخبار؟ طيبة؟ والله حية. كيف الحال؟ يلا حية. هلا والله. مرحبا. هلا ومرحبا. ارحب يا ابو قشرة. تبي فروة يا وليد. ابو زهرة. ارحب. ارحب. تبقى يا عبد الله. عددكم قليل مره، ليش؟ مرحبا مساء. وانت البرنامج؟ الله بالخير، كيف الحال؟ صدق من هناك يا اللوكيشن حقي. يا مرحبا، يلا حي، كيف الحال؟ هلا هلا وسهلا. عندي لكم مفاجأة اليوم يا عيال. مفاجأة مره حلوه ان شاء الله. يا هلا، تفضل. حياك الله يا ابو قشران، حياك الله. تفضل. هلا والله. حياك الله. هلا والله. عندي والله وجهك كانه ثاني العيد. الكعبه تعبان. اي عارف. مرة وجهك هو شيء من أول صار أشين. سبحان الله. إني عارف سبحان الله. القبول من الله صح؟ القبول من الله. هلا هلا والله نواف، كيف الحال؟ مساك طيب؟ شو العلوم؟ يا مرحبا، حيا الله الشباب والله. عمنا حسين فين تبغاني أجلس؟ عمنا حسين أوقف هنا، مناسب لك؟ مناسب لك؟ وين هذه؟ هذه؟ هذه. كيف الحال يا شباب؟ الله يمسيكم. أنا جيت ولا بطول. جايب لكم مفاجأة كذا بسيطة وماشي. وش تبغون مفاجأة؟ وش خلوني أمسي على أمسي على الشادة. الشادة المشاهدين، الشادة المشاهدين. إيش تتوقعون طيب قبل ما أمسي عليهم؟ وش اللي تبغون؟ الغاب رايم؟ أقدح؟ أخرب القناة؟ والله الله يمسيكم بالخير يا اخوان، كيف الحال؟ عساكم طيبين، كيف الحال؟ اموركم طيبه؟ حياكم الله مجددا في فقره النمونيه، في ختام فقره النمونيه مع الشباب الطيبين الحلوين. باقي عدد قليل جدا، اليوم اخر يوم نمونيه، وغدا ان شاء الله اخر يوم برايم، اللي من خلاله بيخرج واحد من المتسابقين يودعنا في المطاف وفي الرحله الاخيره. صراحه انا ما اجتهدت ان احنا ندخل اليوم بفقره او بفكره مختلفه، بما انه ختام قلت بجلس مع الشباب وباخذ واعطي معهم، بسولف معهم، بسمع منهم، ابغى اشتكي لهم وش تقول لي، ونفضفض يعني مع بعض، بتكون هذه جلسه فضفضه. ومن خلالها ان شاء الله بنعلن عن 6 اسماء مرحله للبرايم. طبعا ما بتكون 8، الغيت الفقره الاخيره. والله هذه هي مفاجاتي وهذه هي هديتي، اني الغي لهم فقره او مرحله ثانيه. الاثنين وش بيدخلون برايم الاسبوع الجاي يعني؟ يعني تبغاني الغيهم كلهم؟ ها؟ يعني ابو قشره لا ترى احنا نقدر نلعب بالمراحل ونخلي واحد يرجع والثاني يروح والثاني. اقل شيء لا تنرفزوني والله، الا خلي ما تنرفزنيش. ها؟ ما تنرفزنيش. تحدد لي 6 من الان، واثقين؟ طيب اذا حددت لي اياهم يا حسن الستة الان، قفلنا الفقره وقلنا يلا مع السلامه. والله خلنا نمشي. تم. خلنا نمشي. يلا. لا تلغي حسن، حدد. بقول لك بنسبه كم انت جايب الاجابات صح. بس افتح المايك يا حسن، لانك انت بعد المايك هذا ممكن تكون واحد منهم. انا اصلا واحد منهم، اسمي اول واحد. حلو، يلا انت اول واحد. انا. طيب تمون على الجميع؟ لا خلني. اي اول عليهم. طيب اللي يقول اسمه حسن ابغاه يوقف. يعني محمد اليابسي. محمد اليابسي. ماجد بن نادر. ماجد. صقر بالبلاد. صقر. والحصانة تسبو اللي هو. عايض. في خفي. وحسين لعبان. حسين لعبان. صقر جم صقر. صقر أبو خير. وأنا السادس. أنت السادس. إيه. طيب ناصر الحربي، هل حسن؟ جم أنت يا. بنسبة كم حسن كلامه صح؟ نسيت. لا. لا واسطته قويه، قلنا ابو سعد الداعم وزي كذا، بس ما يعني على طول يخش علاقات مع سعود. ها ناصر، بعت القضيه يا ناصر، صرت تعطي المتسابقين بنسبه كم كلامه صح؟ طيب حسن، حاب اقول لك نسبه كلامك الصح للمتسابقين، وانا وعدتك اني اقول لك الصدق 10%. الله اسالك بالله، هذا حسب كلام ربني انا من منهم 10%، يعني ممكن 2 او اسم صح. تفضل. ثلاث حصانات. مساعد ودحام وتركي. الحين ليش البرنامج قاعد يوزع حصانات كذا؟ من الجمهور. عروض السنه. عروض التأسيس. يوم التأسيس. طيب كم في حصانه يا ناصر؟ واحد وثاني في اليوم الوطني قبل سنتين. وليد. مساعد حصانه، مع انه ما في قبول يعني. من تركي الدوسري، نعم. وغيره. دحام ضحك. تركي خلاها الان قبل شيء من مؤتمر الجمهور. بس 2 دوله بس يا ناصر. دحام دحام ايش لك؟ حصانه. حصانه من مين؟ الجمهور. من الجمهور يقول يا ناصر. ناصر لا تحطني في موقف. نجم الشهر.
جمهور عظيم. نجم الشهر. نعم نعم. يعني حد ناصر دخل جيب لنا كلام مع الناس يا ناصر إيش بق؟ خلاص يلا حصانة دحام. دحام وتركي ومساعد. ومحمد اليابسي. تيكت نهائي كذا جميل. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعلم بشكل كذا لا ارتاح ارتاح لا أحبكم وليد قبل تعلن يا وليد قبل أعلن مساعد تفضل اللهم لك الحمد يا وليد لي 10 أيام أصلي الساعة 3 وأدعي دعاء القبول دعاء القبول نعم كم جاك نسبة 10% 2.5 2.5 2.5 اشتغل على نفسك وما صار الفجر الساعة 8 برافو هي تزيد من هنا وتنقص من هنا طب خلونا نبدأ اليوم يلا بسم الله إيه كذا بشكل سريع وبشكل كذا مرن نعلن سولف معنا طيب انا ودي اخذكم كذا بالدور ايش رايك ولا بعيد ولا انوع نوع هنا انوع طيب ابدا مع نواف نواف اوقف معي نواف اذا ممكن بالتوتر ما اقدر ايش فيك متوتر من قال متوتر ماني متوتر نواف كيف حالك الله يعافيك كيف شفت نفسك الى الان في البرنامج يعني كم تعطي نواف من 100 100% ما شاء الله تبارك الله يعني خلاص انت قدمت كل اللي عندك نواف بس هنا في البرنامج برا باقي قدمت كل اللي عندك في البرنامج يعني لو كان في تمديد في البرنامج ما تحتاجه إيه ما أحتاج طيب هل يعني تحس إنك تحتاج 90 يوم ولا خلاص بكرة أوت سلام عليكم سلم على الناس كذا وتمشي لا أنا أطمح نطلع من مركز إن شاء الله آه يعني باقي الحلقة الأخيرة المركز جميل حلو أنت برايم إحساس حسن العجمي شو يقول أنا ناظر فيها شوف ناظر فيها حسن برايم ما ارتحت له هو ما ارتحت له حتى انا ما ارتحت له لا انا متصدر انا متصدر حتى بعد الخصمية حتى بعد الخصم دندن عكس دندن عكس خوي والله ما يمغط طيب حاب اقول لك ان عندكم مفاجاه مره بيج سبرايز كذا فظيعه هو انا ابغاه عشان اعيش اخر برايم في اخر برايم انت ما قد دخلت برايم في حياتك صح حاجه اخش الف طيب بعطيك احصائيات مره حلوه اليوم بتاخذها ممتاز انك نواف ثقتك هذه صراحه كانت ورا الخط الاحمر تعرف معناته ورا الخط الاحمر يعني في يعني تحتاج انك تقعد مع مساعد مو 10 ايام 20 يوم عشان تزيد الثقه في نفسك وتزيد الايمان بنفسك عشان كذا نصلي سوا الساعه 3 كل واحد يوتر راجع الطريق طيب اعطوني 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 نتيجه نواف النهائيه ايش النتيجه نواف يا رب 99 من 100 طيب شوف الكاميرا اللي هناك هي واحده هذه اي هذه ايش تبغى هذه ولا تبغى هذيك؟ والله اللي ودك انت طيب طالع في هذه هذه وقول للاسف للاسف ثقتي في مكانها في مكانها في محلها في محلها وساستمر وسابقى ولكن بعد غد اذا اراد الله انت يا نواف للاسف اقول نفس الكلام ولا خلاص استمر هذه اخذ عليها راتب نواف السند أول الأسماء الراحلة إلى البرايم إيه؟ نواف أول اسم معي في النمرة بكرة نشغل نغمة البرايم سوا إن شاء الله تجلس هنا فرق الدعم حقتكم تكفى لا تخليه نواف تكفى خلاص ما عاد بقى له خمس أيام يعني العهد قريب عاد قريب ولا بيحزن ولا بيعيد الحين اجلس ولا ابقى واقف كيف تبغى تحزن انت؟ هو انا حزنت بس ما يبان علي ما يبان انا حزنت اضحك اجلس وقف اجلس وقف اول اسماء معي في مرحله البرايم او مرحله النيل هذا النمونيه لهذا اليوم هو نواف السند اللي كانت ثقته في غير محلها للاسف ولكن ان شاء الله انه يجدد العهد في ثقته بنفسه بعد غد على فكره كنت متصدر كنت متصدر في الظاهر ولكن شاءت أقدار الله الحمد لله على كل حال ما يجب الله ترى في متسابقين خصم عليك يقولون للشباب خلوني أروح عند حبيب قلبي الشنب اللي راح ولا عود إلا بعد فترة كيف حالك؟ والله بخير عساك طيب طيبك شو أخبارك؟ والله تمام بندر قيم لي رحلتك الرصيدية شوف أنا رحلتي بادية من شهر 2 من أيام ماراثون حلو؟ يا سلام قديم مرة يعني إيه قديم أنت عتقي ايه خلينا بتقاعد بس خلاص يا سلام بعد 10 ايام ان شاء الله فاقيم نفسي الصراحه يعني كنت 60-70% يعني انا عندي شيء تقول 100 عشان لا تجي برايم زي خوينا صح؟ ايه انا ما ابي اكون على نفس الدرجه ايش اللي ناقص بندر الى الان ما سواه؟ لا مو ناقص لان عندي اشياء يعني عرفت؟
فقلت اني بخليها مثل ايش ولا في الخاطر شيء نسويها الان هنا. تعال لا لا الحين الحين تعال نسوي كل شيء نقص نسويه الان. شوف انا رسام على فكره يعني. حلو إيه. فما تحولي الفرصه اني ارسم احنا يا ربي وين الغرف الجدران استمنا في الغرف. طيب ايش ما تخلوني شو الصبوره والله من غرفانه وقاعد يركض يبغى يرسم والله. يلا كيف حالك وليد؟ الله يسلمك. يعني انت في خاطرك الرسم؟ لا مو مره يعني بس اقولك عندي انا والله كيف. احب الفنانين اي شخص فنان اقدره واعزه الله يسلمك. وعشان كذا انت لازم تكمل الرسم في القريه. وين ترسم؟ ترسم هنا في نص الساحه ان شاء الله ولا حد يقدر يتكلم باذن الله. أباك بكرة كده تنبطح هنا ترسم وانت منسدح هنا 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 خلاص تم خلاص تم. بس بعد ما ترجع من عند حبيبنا من؟ زياد. لا ايوه اذا رجعت ارسم وانا يعني لا أباك تخش تثقف نفسك مع زياد بعدين ترجع ترسم. وعدني اذا رجعت ترسم قول اوعدك اني اذا رجعت بكرة لأرسم ان شاء الله. اذا رجعت بكرة لا أرسم لا أرسم قدام الناس قدام الناس ويكتشفون الموهبة هذه. والله ما خليك والله ما خليك لا خليك ترسم اليوم قبل بكره. الف مبروك رجوعك القناه. هاي مبروك يا بندر. الله يبارك فيك. انا والله ما ودي اقروش حسين معي وبعض الشباب عشان كذا بقعد هنا وبجيب المتسابقين. ايش رايك؟ تمام احسن احسن. تعال ايه انت جتني عليك توصي الاسبوع الماضي. كيف جتني طفله جميله صغيره الاسبوع الماضي وقالت إيه؟ لا تطلع اختي دي إيه؟ الله يحفظها الله يم... ولا صراحه ما طلعت الاسبوع الماضي صح ابراهيم؟ اي طلعت. فانا ابغى يعني اعوض اختك في الاسبوع هذا صراحه. اي يعني ودي انك يعني عود اول شيء تعتذر لي منها تقول انا اسف اني كسرت كلمتها وعشان كذا بعوضك اليوم. بعوض اختك الله يحفظها ويخليها لك. اللهم امين. حاب تقول لها رساله بس اني انا كنت يعني كنت يعني كنت سيء معها. قول لها قول لا ما كنت سيء. لا لا عادي عادي امون عليك. لا وليد ترى يحبك يا هاله بعد ما يحبك يعني انه سيء معك. ليه عادي انا احب هزه نفسي عادي. ها احب هزه نفسي عادي. كيف تحب بس بعدين عادي احب انا يعني اعاقب نفسي. عاقبني ما فهم. قل له قل له شو اسمه؟ هالة. هالة؟ قل له يا هالة. هالة. وليد. وليد. غلط صراحة معك الأسبوع الماضي في إنه ما يرجعني للقرية. حاب يعوضني الأسبوع هذا. قل له. غلط معك الأسبوع الماضي إنه ما رجعني للقرية وحاب يعوضني الأسبوع هذا. بس وليد يعني شوية أحيانًا يحب يغلط مرتين. بس وليد بعض الأحيان يحب يغلط مرتين. يعني ممكن أعوضك الأسبوع. ممكن أعوضك الأسبوع. خلاص أنا بك أنا بك. أنا كمل. أنت قلت كمل يعني. ما أدري يعني تحمست معك شوي. عشان كذا انا حاب اقول لك هاله انا اسف يعني الاسبوع الماضي كنت شوي قاسي الاسبوع هذا بكون اقصى يمكن ما عاد اقابل الغالي الا 90 يوم ان شاء الله بعد يمكن بعد 16 سنه ما ندري عشان كذا ان شاء الله ما ندري سامحينا على اللي صار انا اسف جدا ما ودي انها تكون ضربتين ان ضربتين بالراس توجع سامحيني على اللي صار الاسبوع الماضي لأن الأسبوع هذا راجع القرية. الله يبارك فيك يا حي الوجه حبيبي. الله يبارك فيك يا حي الوجه. سهلة طيب يا حبيبي. يا حبيبي سهلة طيب. سهلة طيب يا حبيبي. سهلة طيب يا حبيبي الوجه. سهلة طيب يا حبيبي. بارك فيكم شكرا. الاعتذار في محله. الاعتذار في محله. توقع حالة بتسامحني؟ أكيد مسامحتك من أول مو الحين يا حبيبي. مين حاب يا ناصر أخذ معي؟ مين حاب أعطيني كاميرا خاصة لحالي لأني قاعد أتلفظ أنفاسي الأخيرة فهمت؟ إيه عادي إيه لحالي 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 حتى متسابق اللي كان معي لحالي إيه كذا كلوز على الوجه. إيه أعطيني واحد أخذه معي. مين تبغى؟ تبغى حسين لعبان؟ لا لا انا باخذ ماجد نادر. ماجد تعالي تفضل معي. هلا حياك الله. مساك الله بالخير. اخبارك يا ماجد؟ والله بخير يا بشر. الومك. بخير وبصحه والله. يعني جتني معلومه الان تقول الان تقول ان ماجد الى اللحظات الاخيره هو يتكلم عن النقاط. ها
ترى هي انقاض كيف ممكن نسوي كيف ممكن ننقذ انفسنا والله شوف انا كان عندي شاي فخار ايه طلعت منه حوالي 1600 و7 حلو واليوم جون 2000 حلو يعني تحاول انك تكون على حق الى اخر رمض خلاص اخر براي طيب تتوقع ان الشباب يعني توقع الشباب اعطوك حقك ولا ممكن تنظلم لا 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 يحسبون من الرصيد عندهم في الاعداد ما في شيء كاش من الرصيد ايه كيف حسبت النقاط ما في كاش هل تعلم نعم انك او هذه المعلومه ما هي لك للمشاهدين هل تعلمون ان ماجد حاسب حتى الموظفين قال حبيبي الموظف حقي. يدفع اعداد يشرب شاهي على حساب من على حساب صديق مخسر صح قول على حساب من على حساب يشرب الاعداد احنا نعرف ان شاهي مويه لا راح ولا جاء بس برضو تدفع صح الرجال يعني هو جاي هنا يحقق حلم نعم تدفع نعم وانا الكوب اللي قبل شيء بدفع ها ايه يمكن الكوب حقك يدخلني براي صح انا اسف صح يلغى براي عشان كذا يا اخوان هو ما قبل الكوب حقي كان راجع القريه لكن بعد الكوب حقي بس خلاص عرفنا خلوني اقول لكم بس معلومه قال لي اكد لي ناصر الحربي ترى ما حسب على المقدمين انه ياخذ اي شيء ما هم المقدمين انا ما اخذت شيء الشباب اللي داخل ليه والله ما وقناتهم شو نسوي انا احس بالظلم زيك نطلع 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 والله لا تعال راتب كبر حلال ولا طيب. النهايه تتوقع ايه راجع ولا مغادر ترى الصدق ولا اكذب عليك لا اقول الصدق الصدق اتوقع اني مع زياد الشهري بكره حلو ليش ما ادري انا اذا بطني عورني اعرف ان في مشكله يمكن ما اكل شيء ما هو حلو اليوم لا عادري ان شاء الله اني راجع ان شاء الله لكن عندك قرحه في المعده لا لازم يعني لا والله ما يعني تبغى تطلع لا هذا النهائي تبى النهائي نعم دامك تبى النهائي الله ما ودي انك يعني لكن يبى النهائي ما رد لك طلب طيب سلام. تعطينا الصمله التحدي بكره انك ترجع بكره اذا براي ما ايه ان شاء الله هني برجع ان شاء الله عشان اشوفك على المسرح الختامي ان شاء الله هني برجع بشوفك المسرح الختامي ان شاء الله بشوفك ان شاء الله تعالى اعطاني امر خلاص شد حيلك بكره في البرايم خلاص تم خلاص خلاص تم شد حيلك وعد خلاص وعد ان شاء الله خلاص هو وعدني وقال ان شاء الله برجع وحتى لو تدخلني برايم ترى راجع ان شاء الله بامر من الله وعشان كذا انا احب التحدي واحب الشجاع اللي يتحدى فأنت الشجاع الثاني معي أنا واه ولكن وين؟ وين؟ أي والله واحد يوم. ثاني اسم يشار معي في الرحلة الرصيدية ولكن المغادرة إلى البرايم ماجد مساك الله بخير الله يحييك ابو العمر ارحب يلا حي كيف الحال طيب عندنا بكره مكان جديد حق برايم انا ما اعرفه انت لك خبره علمني شوف ايش الاماكن انا ما اعرف برايم هو زي الطاوله السوداء هذه كذا بكره الشاشه وين ينخل بطنك الشاشه ما ادري في شاشه صح انا تراك تهرج ما ادري ايش اقول انا من عمي يا اخوان خلي الواحد عندنا بشر احنا والد مين قاعد يضحك يا عيال صوت عالي قبل شيء سمعت واحد قاعد يضحك سلعبان طيب ثاني اسم معي في مرحلة النمونية اللي هو ماجد مرافقا لصديقي نواف السند غدا إلى حافلة البرايم وخلوني أتعرف معكم أسماء البقية اللي بتغادرنا اليوم وبترجع تكمل معنا الرحلة الرصيدية وعطوني مين عطوني طيب تعاني يا عايد سخيريه ثاني عايض وخلوني اخذ مع عايض واحد ثاني ها حاتم تعاني يا حاتم تعاني يا حاتم كيف الحال عايض يا مرحبا يا مساك طيب الله حبيب. الحمد لله على السلامه الله يسلم تفضلي يا عايض الله يطول عمرك من ايش كل حاجه اللي خاطرك يا وليد البرنامج تفضلي ما بهلا لكن طال عمرك الركبه يا هالرمان باللي تعب سلامتك ولا جاني قطع غير الا لا قطع غير الركبه نعم ما في تشريح مخلص والله عايد ما في تشريح ابغى شو استورد مره نعم والله قطعه اصليه نعم طيب الهيكل كامل مو اصلي طيب ها لا اصلي وكاله
هذا ما غير ذي تعرف ما غير الأصلي أنا. طلع عايد. عندنا عايد وعندنا حاتم أخضراني اللون. واحد بيرجع. إيش رجعني ذاك؟ طيب واحد بيرجع. واحد بيغادر منكم. مصنع. إيه والله إن شاء الله إذا أراد الله سبحانه. ف حاتم أنت برضو ما قد دخلت برايم في حياتك صح يعني اليوم ممكن تكون ما دخلت ولن أدخل متأكد ترى الثقة هذه سمعتها قبل خمس دقائق بس من شخص دخل أنت سمعتها من أخوي قبل وحين تسمعها مني لن أسمع يعني أسمعها من التوام سوف تشاهدني بإذن الله على طب إذا انتصرت عليكم الاثنين لا يكون هو اللي مكاني وأنا لا 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 ما نغلط شيكو شيكو لا لا ما نغلط شك أخي لا لا أنت مسوي صمت ما لعب فيك إلا الريال الريال هو اللي دخل كل لعب فيه طيب خلوني على فكرة أقصدتكم جدا متقاربة بينكم المبيعات هي اللي فرقت أكبر نعم جدا متقاربة أقصدتكم فمن اللي يتوقع أنه باع أكثر حاتم ولا عايض اللي باع أكثر هو اللي بيرجع القرية الرجال يبيع دائم أنا أبيع سلعة لكن أنت تبيع مشان سلعة بعد أها أها نعم حاتم أنت ترى في ترى عم تمريرات في ناس كثير زعلان عليك عشانك شيخ الأسبوع هذا قاعد وين الأسبوع سوى فينا لأنه ما يعلم والله نعطي الشرح حقه عقب والله عقب حسين لعبان مسكين الجمهور يعني. الجمهور أنا ألف طلبات الجمهور الجمهور يقول لا أحد ينام آخر أسبوع لازم تحرك ديالتي عليك أنت يعني أنت عليك من هذا حنا الجمهور الجمهور لو ترضي الجمهور تقعد لين 20 سنة لا مو 20 سنة 20 90 هم صاروا مو جمهور صاروا أهلنا لازم نرضيهم اوكي انت كده تفوز عليها 1-0 بس برضو جمهور واحد ما بترضيهم يبقون اسره واحد انت 2-0 يعني خلاص بطلع بدون شيء صميم طيب حاتم الف مبروك لعايض بقاء الى هذه المرحله في الاسبوع الاخير نعم وما قصر بيض الله وجهه عشان كذا حاب اقول الف مبروك لرجوع متسابق بمعنى رجوع متسابق من بينهم في واحد سوف يغادر إلى البرايم أنا بعلن الآن الشخص الراجع الشخص اللي ما هو براجع وما بقول اسمه يعرف أنك أنت برايم فهمت؟ نعم يعني تروح وين إذا قلت اسمك؟ نواف أروح طال عمرك لل تسلم على نواف وتسلم على مالي وتروح تجلس نعم تمام؟ وأنت تروح وين؟ لا تسلم على أحد روح يجلس لأنك مقروش الناس حلو؟ ألف مبروك اكمالك الرحله الرصيديه الى الختام وبنشوفك ان شاء الله في المسرح الختامي يمين 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 مين مين تتوقع حاتم اعطوني توقع ما اقدر اتخيل والله انا عايض لا لا توقع توقع امنيتي حاتم طيب توقع اتوقع حاتم وفي محلها توقع طيب اذا كنت انا الراجع والاثنين انتوا براين ان شاء الله كلنا ترك مرة وقفت أنا نواف ودحام قلت كلكم بس ما سويها كل مرة أنا خلاص خلوني أعلن وننهي فوكنا ألف مبروك رجوعك القرية مين؟ ها إبراهيم تفضل يا خليني أعلن تفضل إبراهيم أعلن أعلن يعني أنت قاعد تعطيني الأمر أني أعلن صح؟ يا كنت منتظرك أمون علي كنت منتظرك طيب إبراهيم ألف مبروك رجوعك للقرية يا حاتم استاهل ابو حسن استاهل انا راح اسلم على نواف راح اسلم على نواف سلم على نواف ولا جلس على طول تروح لا يقول لك حاتم الفريدي عائد الى القريه واكمال الرحله الرصيديه الى الختام استاهل الطيب استاهل ابو حسن استاهل الطيب بينما عايض الفارع ثالث الاسماء المتوجهه الى البرايم غدا إن شاء الله في آخر فقرات البرايم في هذا البرنامج خلوني أوضح لكم أن اليوم 6 أسماء بنعلنها فقط يعني تبقى 3 أسماء ولازم يكون مدير الإعداد عارف وأعتقد أن مدير الإعداد عندنا ذكي جدا لأن أنا رسميا معي مدير الإعداد ترى ما عندي معدة أنا عندي مدير الإعداد استاهل أبو نايف استاهل أبو نايف تحملنا كثير طيب طيب عطني تبغاني نعلن 5 نعلن 5 ولا في الخاطر شيء على خشمي اعلن 5 حلو اعطيني اسم مين اللي تبغى لا ايه مين طب حسن عجمي تفضل معي انا
طلع ثمانية أشخاص. بندر، بندر أنت كيف حالك حسن؟ خير الله. شخبارك؟ إيش حالك؟ هي محمد، محمد وبندر شوي. كيف حالك؟ خير الله. شخبارك؟ خير جاي. أبو سعد ما جاني. فتحت بث؟ ما لا. كيف تبي يجي؟ صح لازم أفتح بث. شغل مخك. طب خلي يجي بدون ما أفتح بث. يعني هي العلاقة علاقة خوية يعني علاقة مصال؟ لا أعوذ بالله. لا لا علاقة خوية. طيب. مشاكلك كثير يا حسن، مره كثير. مره صح. اسمع من اول مشكله لي مع ابو نايف. مع ابو نايف وتاشر على البيز يعني. إيه؟ تصدقت ان ابو نايف عندي. إيه؟ ابو نايف قاعد يتعشى في بخمجان، ترى انا ما ادري شو اسمه ذا. بخيمان. كان صدق انت ابو نايف ياشر على هذا شكلك. تراك ابراهيم معنا. ها مشاكل واجد من ناحيه. ها طيب حسن، يعني انت اول واحد قام وتكلم وقال انا اعرف اسم البرايم وقمت ومتعود على البرايم وخبره واشوفك انت وين انت لابس طقمك كام. حسن ايش في داخلك؟ ايش في خاطرك؟ عرفها الضحكه دي حسن. عطني كلمه اخيره ممكن تقولها في النمونيه قبل ما تودينا عند ابو سعد اذا ربي اراد. اول شيء الحمد لله اولا واخرا، قدمت اللي علي ومقتنع باللي قدمته، وإن أخطينا جل من لا يخطئ، والوعد إن شاء الله حق البرنامج فالله توفيق بإذن الله. طيب أعطيني أغنية حزينة نتراقص على أحزانها. تسمع المن؟ ما لا لا أعطني حسن، أعطني شيء حزين كذا عشان أقول لك ارجع للقرية. ممكن على نبرة هذه بسبب حزينة، شيء حزين. تركي ذي قلت شيء تركي صح؟ إيه لأن أنا عندي أخوالي من تركيا. مو واضح من الوجه. عارف لأني أنا من طبعا. وش تبي أغني لك؟ الشيء التركي. تركي. أرمم صرمم بردها يا البرصان بلي الله شكما سجل جم صباها آرامم بشيم دن قلدن كاچ كره دنيا يكتم بن كره كرلدم سانا بير كره آرامم. الغنية هذه غنيتها في بداية البرنامج فهمت؟ فأكثر غنية وشي؟ حزنت أنا. أنت أعلنت وآمنت بنتيجتك. إيه. فأنا أحب الإنسان اللي دائما يعلم نفسه ويعي نفسه. أعلن نتيجتك. أعلن نتيجتي؟ لا. كاميرا أمامك. أعلن نتيجتك. أنا عائد للقرية. بالحلم. وبالواقع. أنا عائد للقرية. وفي الثنتين. أنا نبغى. لا إحنا نبغى الواقع ونبغى الحلم. ألف مبروك رجعك للقرية. يا عيال معجزة. ما معجزة. أنا أعتذر من أبو نايف. استاذ الطين يا عيال. مصدق ولا حبيبي هذه قريتنا لنا 90 سنة. بيض الله وجيكم، بيض الله وجيكم. لا أنت. الله يبارك فيكم. ألف مبروك رجوعك يا حسن. الله يبارك فيك. شفتك يعني شوي متوتر، قلت ايش وضع الرجال؟ ليش ما هو واثق؟ اكيد انه عشان كذا قلت اباك تعلن انك ترجع القريه وكفو سويتها. اعطوني الاسم اللي بعده. حسين يكب اجيب. وين موضعه من الاختبار او موقعه من الاختبار؟ صراحه هو يبغاني اجيب على الامري وانا ابغى ابراهيم بفمين. لا هذا ولا هذا، تعني صقر. يلا حيا، كيف حالك؟ عساك طيب. افتح مايكك. في الختام تحدث عن صقر من بداية البرنامج إلى اللحظة هذه. الله يطول العمر، أخويا يشوفوني والجمهور يشوفوني ولا عاد يحتاج إني أقول شيء. هل أرضيت ما في داخل؟ الحمد لله، الأمور طيب. مقتنع؟ الحمد لله. لو بتغادر بكرة تقول لي
ما عندك مشكلة. خيرت في مختاره الله سبحانه. صحيح. إيش تتوقع اليوم؟ كيف؟ توقعك نتيجتك اليوم في البرايم أو النمونة؟ لا راجع القريب. راجع ثقتك، بس اني اشوف نبره ثقتك في محلها. يعني نواف لما قال انا راجع القريه كان في شويه شكوك. انت ثقتك في محلها، نبره صوتك انا عارف كانه واحد عم غششك. لا لا ولا غششني ولا، لكن طال عمرك انا ماخذ الحصانه الاسبوع اللي فات وكنت تلعب على الرايق. ولد عمي جاء الاسبوع اللي فات ورجعني، ولا ترى بدعي ولد عمي اي واحد، لان ترى كثير اللي كانوا مخوفين الاسبوع الماضي بس كثير انت و... ولعبان عاد ردني تكون بينك وبينه تواصل. طيب كم باقي عندنا اسم في النمونة؟ باقي ثلاث اسماء. كم باقي، كم متبقي معنا؟ طيب اللي ما قد اعلننا عن اسمه يجيني هنا. طيب الحين اعلن عندي. لا لا صاحب الحصانه يجلس. انت تضيع بان انا صاحب الحصانه. انت يا تركي اي هلا بالخير تشرفنا. لا لا بس انه مو يقول انا حصانه. حسين كيف حالك؟ شو اخبارك؟ ابو زهره اخبارك؟ عساك طيب؟ وش عندهم الشباب في النقد؟ والله والله الظاهر في الطلعه. في الطلعه مالك؟ طلع ان شاء الله. طلع طلع تعال يا الربع. سلام الله. باقي ثلاث اسماء طالعوا في الكاميرا. باقي ثلاث اسماء من اصل 1 2 3 4 5. طيب اثنين راجعين للقريه وثلاث اسماء مغادرين في الرحله أو مغادرين في النمونيه إلى البرايم. صقر بلال كان واثق جدا في أنه يرجع للقرية وثقته مبنية على معطيات هو قالها. فخلوني أبدأ مع صقر وأقول صقر بمجرد أنك ترجع للقرية يبقى ثلاث أسماء يدخلون النمونيه من أصل أربعة. يعني أنت متخيل كيف؟ يعني من الأشخاص اللي معك الآن واحد بيرجع فقط. أنا ما بقول لك توقع نفسك، اقول توقع مين بيرجع معك اذا رجعت. والله شوف يا طويل العمر، انا اشوف اللي وصل للمرحله هذه عرفت انه ادى اللي عليه وناجح، والايام هذه ما عاد الا 4 ايام ما ادري 5 ايام هذه بس من شان المراكز. والله اخويانا كفوا ووفوا والله يبيض وجيههم وجملوا انفسهم وربعهم. الله الله والخيرة فيما اختاره الله سبحانه وتعالى. اجابه دبلوماسيه. نعم بس في مكانها اجابه خوف. خليك حسين، انت خذيت حصانه قبل شيء في مؤتمر الجمهور. لا تركي قولي يا رجل. بلاني بلاني هنا تركي تعني شبه لي ولا وانا ما بشبه لي. تعال هنا يا تركي. انا بيه برجع لي يسوع. تركي بعطيك مفاجاه. انت كنت في البرايم. حلو. انا من اليوم اغلط فيك بينك وبين حسين. انت لانك كنت من برايم. بدايه البرنامج انت برايم. طيب الان انت اليوم انت برايم. حلو. وبفضل الله سبحانه ثم الجمهور انقذك فعليا. والله ما طقطق ولا اني اتسبب ولا عشان الشو ولا انت كنت برايم واصبحت حصانه، فانتقلت العدوى منك لواحد من الشباب اللي هنا. ايش بيه هي ولا واحد ثاني؟ واحد من اللي رجعناهم. يعني البرايم غير الاسماء الثلاثه اللي هنا في شخص بيرجع من اللي. لا هذا سبرايز قوي. انا تفاجات فيه. فيه تركي من الاشخاص اللي عايدين القريه واحد بيطلع معهم من منين؟ حلو مكانك. ايه يعني انا انقذ الجمهور. في واحد بيعود. في واحد يعود من اللي حنا اعلنا رجوعه. بيض وجهك. هذا حسن العجمي. لا يكون حسن العجمي. طيب رمام تكفى. حسن طيب تركي بس حبيت اوضح النقطه دي. يعطيك العافيه. الله يبيض وجهك. خلوني اعلن الاسماء اللي عندي هنا وابدا مع صقر بلال. صقر فرحت يا رامي. ثقتك في مكانها وفي محلها وستبقى في محلها، ولكن في اجابتك الدبلوماسيه وليس في اجابتك الشخصيه لنفسك حاب اقول لك يا صقر انك اسم رسخ معنا في هذه القريه وسيبقى الى ختام هذه النسخه. المبروك والجرعه. خلاص اضربها يا مارمان. عيش عيش عشان كذا ترجع مخطط اربعه.
علي فين علي؟ أنا ترجع في خاطرك. طيب كم باقي اسم عندي هنا في النمونة؟ ثلاث. أكد لي بس كم باقي اسم في النمونة وعطني الاسم اللي 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 أنت اللي يرجع اللي أنا تفاجأت فيه أصلاً. إيه حلو. مكسر أربيز. حلو جميل. هو كان الاسم السابع ودخل بدل تركي مشبب. حلو جميل. عطني الأسماء اللي هنا قول لهم مع السلامة باي باي. نعم محمد اليابسي. نعم إبراهيم. طيب من الثاني؟ لا ما إبراهيم. أعطيني الثاني غير محمد اليابسي. بس هم نفسي. أبو زهرة. ما أدرى. و ما نطقه ما نطقه. طيب اليابسي وأبو زهرة و دف بسرعة دف خلني أروح هناك دف علي العمري. يعني طيب. أول واحد أنا. إيه خلي خلي الرجال خلي الرجال. طيب حسين ليش ما تبغى ترجع؟ ليش ما تبغى تروح النمونية؟ عادي يا أخي أخوي. لأن الأمور كلها النمونية صعب الصراحة. يخليني أخش غيبوبة لا بكرة مؤقتة. طيب عطني هذه حقت الليلة بالليل. إذا قلتها تعهد إن يرجع ولا لا تحب ولا بس أقول كذا بس كذا بس فعالية فعالية. والله ما أرجع. أقولها والله لا أرجعك. أقول والله ما أرجع وترجعني. قولها وما جاك عندي وارجع. ما جاك عندي والله اللي في خاطرك. يلا يلا يا برعب. الليلة بالليل الليلة بالليل. وإذا شف يا أخي ما جاك عندي غمض. إذا قلتها طيب حبيبي ما جاك عندي هاتك يا ترى ما قلت ربا ديور على الكاسر ديور ونضارب أنا وياك. يلا الليلة بالليل يا سماري الليل. كمل طيب كمل 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 يا كمل 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 لا تسلكي أبشر. يلا دقيقة. إيه الليلة بالليل الليلة بالليل الليلة بالليل يا سماري الليل أنا وأنتي سوا أها يا قشطة يا حلا. طيب والله إيش اللي في خاطرك؟ نرجع. تبغى ترجع؟ المبروك رجوعك. الآن تبقى اسمين والاسم العائد طبعاً اللي بيكون بدل ترك مشبب محمد اليابسي إبراهيم وعلي. وصراحة الأسماء كلها الثلاثة جتني بأسماءكم أنتم صراحة يعني. لكن خلوني أكدكم واحد واحد استلد إلى آخر لحظة صراحة لأني أحبكم جدا. مرحبا. الله يبيك أبو زهرة كيف الحال؟ الله يحفظك. أخبارك؟ وش مسوين حقين النقد وش؟ والله حقين النقد وسوء يعني فهم وانتهت. سوء فهم وانحل يعني. ترى والله ما أدري شفت. ترى بس ما أدري شو. العوار وانتهت الأمور. يعني في خاطرك يا ترى تركي مشب لا ما هو تركي مشب تركي موسى اي ترى عادي صراحه حطها هنا ودعير انت تبغى تخنق عادي ترى مكينة القهوة زبنها عنه ترى يصيح موسى ولا علي بن دخيل الله ولا ابن دعير ولا ابن معيان ولا ابو سمر كلهم عزاز وغالي. ابو سمر ايش دخله؟ هو الموضوع هو يعني هو الصلب هذا الامور طيبه هو بالعكس. احتاج للنقال علوم يا احتاج للنقال علوم اسولف معه. طيب اسمع تسلم بيني وبينك بيني وبينك يا ابو فمين يا سلام على اساس انك شف برايم لا تعديها وخش عندهم وتمشكل معهم وانا بجيك اصلا نهايه الفقره وبنخربها معهم عشان كذا اسمع خربها مع المقدمين كلهم خربها معهم وخربها معي وخربها مع زياد بكره ايش رايك؟ خلاص ابو فمين خلاص توكل بس تنتصر فيها كلها ابو عثمان زعلهم ابو فمين سلم خربها مع الناس كلهم صراحة أنت بإذن الله نعمرها بالعلم الطيب بكرة بكرة واليوم وحتى الممات ترجع بكرة أرجع بحول الله وقوته أبو فمين زوجها النمونة على رأسي
شرفت بك. إذا أكدوك عليك السلام. فرحبو. لا لا معلش. لا لا واضح. أدري سمعت يا ظريف. أوريك يا إبراهيم. حتى أنا أوريك يا محمد. الله أمان الله أمان أمور زين. خلاص حدي يا راجع. إبراهيم أبو فمين ينضم إلى قائمة البرايم غدا اللي هم عايض آل فارع وإبراهيم أبو فمين ونواف السند وحسن العجمي عفوا ماجد واضحة واضحة. ومين مين باقي؟ باقي واحد من الشباب اللي موجودين هنا. وخلوني قبل ما أعلن عن عن خلوني طيب أنا أحتاج حسن العجمي وحاتم الفريدي يجوني. طيب خل مساعد يقوم. نعم خلي يقوم. قوم قوم مساعد صح صح. حاتم تعال هنا ضروري ضروري أبغى أسولف معك. أبغى أسولف معكم بعدين خلوني مع علي حبيبي أبو علي مرحب. أبغى أعلن أنت فقط أن تيجي تكول لأني أشوفك مرة متقروش تبغى تخلص. لا لا مرتاح مرتاح راضي يجي راجع القرية وألف مبروك وفرحة والناس فرحان وأبوي فرحان وأهلي فرحانين كلش فرحانين والدنيا سهلة. طب أنا مرة مصر أنك تطلع بكرة وتروح عند ميسم. اسمها ميسم؟ إي ميسم. أنا مرة مصر أنك تطلع بكرة وتروح عند ميسم. لا لا هي ما تبغاني أجيها الحين تبغاني أجيها بالمركز الأول بعدين. طب حنا هالة ما رفضنا لها طلب. أنت ميسم إيش نقول لها؟ نرفض لها طلب؟ إي قل لي قل لها اصبري علينا بس المرة أسبوع أسبوع بس تكفي أسبوع. تكفي متأكد مرة يزيد يا محمد ولا ما يزيد؟ أنت فيك نوم صح؟ مرة فيك نوم؟ طب خلني أعلم محمد شو رأيك عشان أروح هنا؟ طيب محمد حبيبي بما أن فيك نوم يا حبيبي أنا راجع قريب. لا أنت نومني يا حبيبي الله يسلمك هارد لك محمد حبيبي الله بيض الله وجهك سهلت عليه أبوه شربانه من ورانا كم واحد الحين وليد؟ باقي واحد باقي واحد خلوني أرجع لعلي حبيبي أبو عمرو حبيب قلبي نبيك وأقول له أبو عمرو فيك نوم أنت كمان تبى ترجع؟ لا والله أبغى خامة بس خل... أنا أقول لي ألف مبروك تبغى ألف مبروك؟ أيوة كذا ما جاء القرية خلاص أنا ترى رصيدي خفي أنا واثق فيه متأكد؟ إي فقرات حضور كل شيء موجود على البث ما أسوي شيء المنطقة محظورة وأنا شيخ أقول لك طيب مين تتوقع الحصانة؟ حصانة؟ إي باقي بيها حصانات في الأعلى مبيعا مين تتوقع؟ صقر بن سيد بن بلا صقر 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 عطايا عاي صقر مين 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 رأي الحصان صقر طيب ما بعدين كيف عني أنا لا اي عادي بتك ترى الرمز أمر الرمز أمر ألف مبروك رجوعك يا علي العمري إلى القرية حبيبي أنا راضي إنك حاضر تخليني خلوني أعلن لكم الحصانة ولو أن صاحبها ما استفاد منها الأسبوع هذا ما استفاد منها الأسبوع هذا لأنه هو أصلاً راجع للقرية وممكن يكون محصن الأساس لكن يحق له أنه يسمع اسمه وهو محصن وهو صاحب الأعلى مبيعاً خلال هذا الأسبوع. خلوني أتعرف معكم على صاحب الحصانة اللي هو مين؟ ألف مبروك بس هو ما بيقوم بيحتفل لأن فكك والله فكك ليش؟ تحتفل يا مساعد؟ قول بحتفل ألف مبروك الحصانة لك يا الزهر مساعد مبروك يا مساعد تبغى تقول كلمه تعال قول كلمه وانا بوضح نقطه بعد ان المتاجر انتهت اصلا من يوم الاحد الماضي
واعتقد بس باقي كارديال عندكم اللي شغال صح؟ ايه بس هذه نقطه لازم نحن نوضح الجمهور. تفضل مساعد. طبعا بيض الله وجه كل من دعم مساعد ووقف مع مساعد. افتح مايكك اما اي والله شغال والله يا رجل افتح مايكك لايك تحلف ما في احجار ما في احجار. طيب تفضل تمام عطر الرجل مع حاتم بيض الله وجهك ابو حسن. اولا اقول بيض الله وجه كل من دعم مساعد ووقف مع مساعد ومساعد يقول تبشروا بمساعد ذا اليوم وكل يوم وبشرك ابو قشران انا ملك الحصانات ما شاء الله ممكن الله يعني لقب يعني سميك كينج الحصانات اللهم لك الحمد كينج كذا احلى اللهم لك كينج الحصانات نعتمد نعم. بيض الله وجهكم الله يجمل حالكم على كل حال. لا انت وليد دفتر الف مبروك يا مساعد. لا انا عاجبني هدوءك اليوم مو عاجبني الف مبروك يا كينج الحصانات. طيب خلونا نختم صراحة. تركي مشبب كان برايم زي ما وضحت لكم اليوم الشفافية جدا عالية ما في فقرة أخيرة الآن باقي اسم معنا في النمونيه وتنتهي الحلقة. تركي مشبب كان برايم ولكن رجوعه بسبب الحصانة قدم واحد من الاثنين اللي قاعدين تشوفونهم في أنه يكون مكانه ويحل محله. ختام اليوم ما أعتقد أنه إن شاء الله بيكون في حزن وتوتر وقروشة فحنا بنحتفل وبننبسط وبنختم معكم. أنا قضيت أيام رائعة جدا في هذا البرنامج حصلت جدا كثير ظروف يعني كالبت على الفقرة لكن تعديناها نحمد الله ونشكره وإن شاء الله نحن قدمنا لكم الشيء البسيط والشيء الخفيف اللي يرضيكم واستمتعتوا فيه وانبسطتوا فيه. وعلى فكرة ترى الموية والكهرباء مقطوعة من العتبة السادسة ولكن هذه دهاليز وتفاصيل الكتاب. إيش دخل؟ كتاب يعرفون الكهرباء والموية. كيف حالك؟ بعدين بتفهمني. إن شاء الله أنكم استمتعتوا معنا انبسطتوا معنا وكانت الفقرة جدا جميلة وكنا خفيفين ظل عليكم وأنا سعدت أني أكون ضمن هذه الرحلة الرصيدية. وخلوني أعلن لكم الاسم قبل ما تعلم بقول شيء اللي بيكون. تفضل حسن. ترى قبل ما ندخل فقرة النمونيه مسكني أبو نايف قال اسمع بيه كذب عليك وليد قشرون بيقول أنك راجع سوي نفسك فرحان عشان أحسن الصورة سوي نفسك فرحان ورجع لأخوياك بس بيناديك مرة ثانية وانت نمونة فيلا الله يجيك هنا انت حالك لا أحسن الصورة هو ما في شيء صحيح كلهم يقولون غير صحيح إلا أبو نايف وناصر وحسين وعباض هذول ايش يدريهم أبو نايف ماسكني عندك شيخ القرية شيخ القرية يطلع نمونة ليش ما يطلع نمونة طبعا احنا على غير العادة احنا بننبسط ان شاء الله ونبغاكم تشغلوا لنا شيء لازم تشغلوا لنا شيء نختم فيه مع الشباب ايه لأنها نسخة والله أحبها ها حزين سمعنا خلاص نبغى بس خلوني اعلن المغادر الاخير انه مونيه كان واثق جدا من نفسه للاسف ولكن واثق للاسف في انه بيطلع برايم. مين ابو حصه؟ على يمين لا لا مو بحاتم انا لا لا انا 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 مو بحاتم اللي انت؟ طب شكلها حلم واقع حلم لا لا انا انا راح كم كانت نسبه ثقتك في نفسك يا حاتم؟ ثقتي دائم 100% ثقتي عالية دائما. طيب تسوي دخولية اليوم؟ بإذن الله شيخ القرية يسوي دخولية ويسوي خروجية كافو بعد بإذن الله يعني مش حتروح حتى لو نروح نمونيه نرجع. انت قلت لي انا ماني رايح لو ايش؟ بإذن الله ماني رايح كافو حسن موضوع عندك ما هو برايح الرجال لا يروح انا اروح لا لا انا قصدي اقول لو اروح نمونيه ديول يعني. طيب الف مبروك رجوعك القرية وأكمالك الرحلة الرصيدية وأعلنها لك للمرة الثانية خلال هذا اليوم. ما حد وعدك ولا حد كلمك ولا حد قال لك افرح ولا حد قال لك سوي شيء. ألف مبروك رجوعك يا حسن عجمي. سلام حاتم مرتين في الرحلة اليوم حاتم للأسف إنه رجع. الله يسلمك ارجع استاهل أبو سيف ترجع إن شاء الله استاهل أبطال مخطط رقم أربعة حتى اليوم 90 بإذن الله هربا راجع بإذن الله بإذن الله بإذن واحد أحد بإذن الله معادنا على المنصة بإذن الله هذا الليكو يا حبيب وليد حاتم قال قبل شويه انا هو اكثر واحد ما دخل اكثر واحد ما دخل برايم للاسف شرفنا اليوم شباب بالله تجوني هنا بس
لا الكل 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 خلينا هنا خلينا نودع انسان ناخذ صوره ختاميه جميله مع هذه النسخه اللطيفه ما ادري ايش فيك نوم بعد لا كلمه ما في مخطب بعد مخطب بعد تعالوا كذا شباب الله كلنا خلونا نعلن اسماء البرايم اسماء النمونيه طبعا عايض آل فارع الاسم الاول ماجد بن نادر الاسم الثاني ابراهيم ابو فمين الاسم الثالث حاتم الفريدي الاسم الرابع محمد اليابسي الاسم الخامس ونواف السند السادس الاسماء هم اخر سته اسماء منتقلين الى مرحله البرايم ومن خلاله ان شاء الله انا اتمنى ان ما يغادر احد بكره لكن هذا ديدن البرنامج زي ما يقولون باقي 6 ايام بكره بيغادر احد ولكن في ختام البرنامج اعتقد انه ما يعتبر مغادر صح لانه اكمل الرحله كامله مع اخويا سعيد جدا فيكم شباب اشتروا ما واجهتوا اذا واجهتوا لكن الظروف موجوده في كل مكان دائما لكن ما يدمعها يقول زي ما يقولون الا الناس اللي قدها وانتم كنتوا قدها وحنا قدها اول عمرك صراحه قدمنا شيء خفيف لطيف استمتعتوا فيه مجمل يا ابو الاحمد انا متفائل جدا اني بشوف كل اسم فيكم معتي لي اماكن جدا جميله تليق فيه في مستقبله ان شاء الله احد عنده كلمه احد عنده شيء حد بده يطول عمرك الله يطول عمرك ان شاء الله على نفسك وحزنتنا طيب يسعدك طول عمرك طيب عطوا 3 شهور يا ابو الاشتراك ها شربناها رساله للجميع اسعدتنا في كل يوم خميس وبعلمك الطيب وين اسعدنا يعني شوي هو سعدتنا بظهورك بس ما سعدنا وجودك ولو انه يعني لكن نظام الفقره انه يطلع 6 اسماء و8 اسماء الله يوفقك يا حبيبي كلنا نفتخر بك الله يعزك على اسم القناه كذا يا حبيبي شكرا لكم جميعا الله لك التوفيق حبه على الصعيد الشخصي الله يعزك شكرا لكم جميعا واستر ما واجهتوا استر ما واجهتوا كل بنات تسب لك يا حبيبي استر ما واجهتوا في هذا نجاحات مضرب مثل لا بالعكس انتم الان احنا يا اخوان احنا نقول نمدح بعض لما تير الربع يرد على الحين كلنا طيب سم سم السلام والصلاه الكل متسابق بيطلع من برامج واقعية نعم. نجاحاتك يا وليد تدرس اي والله العظيم كل شخص كل شخص له قيمة ومكانه أيا كان سواء في محيط دائرة معينة أو في خارج المحيط هذا أنت تمثل نفسك وتمثل اسمك وبتنجح باسمك وبنفسك نعم. والكل قدوة ترى على فكرة نعم. تفضل أنت مو بس فخر لنا احنا كشباب انا ولا اقطع واردك انا والله ما ابغى انا اقول لك مديح اقول لك كلمه حق تفضل انت مثلت هناك سعوديين في انجازات كبيره نفتخر فيها جميع الشباب نعم اي والله كلمه الحق لازم تقال وبامثالك نفتخر يا ابو المبدعين المبدع يقال عنه مبدع الاعلامي الناجح يحتذى به وبامثالك نقتدي يا ابو قشران الله يكرمك والله نتشرفنا فيك يا حبيبي علي الله يعزك باذن الله ان نلتقي بعد البرنامج بحول الله طبعا انا كنت متسابق في برنامج واقعي زيكم في يوم من الايام نعم. ونحمد الله ونشكر ما هي بدايتي ولكن كنت مريت في مرحله متسابق في برنامج واقعي وافتقر لهذا الشيء وبالعكس كانت قفزه كبيره بالنسبه لي وساعدتني على اني اعدي اشياء كثير دائما كانت عندي قاعده بعيدا عن الامور الجانبيه والامور الشخصيه ويعني ثقتك في نفسك وما الى ذلك انك تترك المهاترات والامور هذه تشق طريقك عندي قاعده ان اي نهايه تنتهي فيها هي عباره عن بدايه جديده صح. اي نجاح لازم يتليه نجاح ولا انت انسان لا تقعد تبكي على الاطلال في مكانك شكرا لكم سمعونا حاجه كذا جميل نلعب مع الشباب لان نفسي العب انا والله كملي ما العب الشتاء تجد رصيدك دوم ايه في واحده حسين في واحده قلت لك شغلها حسين حي عينك هذه حلوه صح يلا ولا بارد عاش الشيخ عاش الشيخ يا وطن يا ليلك العز يا شامخ من الدول وتجدد في بدايا لك نجدد ولا صرح صوت الوطن في بداية داعت عبر لذيهم تعدد في بداية لك لجدد ولا لا يا وطن يلي لك العز رايا شامخ من الدول وامتجدد في بداية لك لجدد ولا لا
شمس العز ما فيها غروب وبيا رجال اعداء وضحت انكسا وبيا رجال اعداء وضحت انكسا عمك وكذا حركه شو كلنا واحد يا رجال كلنا واحد مرت الايام ها اي والله يلا يا شباب يلا مرت ما عاد في وليد يجي يرفع ضغطك شكرا دقيقه بس خلونا نضبط الشخصيه شوفوا شيء كاميرات شوفوا شوفوا السوا بابا بابا يا شباب يلا عطنا الكيو يا وليد يلا 3 2 1 جريش يعطيكم العافية يا شباب شكرا لكم شكرا لكم صورة صورة مرة يا اخي انتم كريمين مرة والله يا رب والله كريمين مرة انتم نسخة كريمة انتم والشتا ما زد رصيدك دوم غير 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 زد رصيدك فرحه ولمة حبايب في بداية كلنا أهل القرار والشتا ما زد رصيدك دوم غير يا سحاب العطري ما زد رصيدك أحلى أيام العمر ما استعيدك بشريني يا سحاب بجديد والشتا ما زد رصيدك دوم غير والشتا ما زد رصيدك دوم غير صل على النبي انا اعلمك
فرق انه ثبات 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 فجاه بوم. والله لو تخش والله لو اني ما اعرف مسجد مسجد حقكم معرفه. ها الو الو طيبه من الرحله البث 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 علي علي اهل البرايم يا لا 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 عز الله انا صدق ذي صدق اخ كذا صدق ما ابغى والله تكفى يا